ما هو تحليل بيتا HCG أو تحليل هرمون الحمل؟ هرمون الحمل بيتا HCG يبدأ بالانطلاق بعد غرس البويضة الملقحة في جدار الرحم، إذن هو مؤشر للحمل. هذا الهرمون مهم جداً لأنه مش بس لما يعلى معناته في حمل، هو يساعد أيضاً هرمون البروجستيرون اللازم لسماكة الرحم واستقبال البويضة وبالتالي تكوين الجنين. هذا الهرمون إذن يستخدم لتأكيد الحمل، يستخدم أيضاً للكشف عن قوة هذا الحمل. نعرف إنه في ستات كثير بيصير في عندهم إجهاض، وبالتالي متابعة هذا الهرمون الذي يتضاعف كل 48 إلى 72 ساعة هو أيضاً مؤشر على إنه هذا الحمل قوي أو إذا هذا الحمل سيؤدي إلى إجهاض. يستخدم أيضاً هذا الهرمون للكشف عن بعض الأحمال الغير طبيعية مثل الحمل العنقودي، كما يستخدم أيضاً بالإضافة إلى بعض الهرمونات المصاحبة له للمسح للسيدة الحامل عن بعض الطفرات الجينية التي تحدث مثل داون أو الطفل المنغولي. هذا الهرمون أيضاً يساعد الطبيب على معرفة عمر الحمل، إن إذ يعطى هذا الهرمون بتركيز معين وهذا التركيز بيكون يعني ملائم أو غير ملائم لعمر الحمل. أخيراً يستخدم هذا الهرمون أيضاً للكشف عن بعض أنواع السرطانات مثل سرطان الخصية عند الرجال. مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة.